فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد أن يضحي فهل الإمساك عن الشعر والبشرة خاص به أو به وأهل بيته؟ لا، به هو اللي نوى أنه يذبح الأضحية هو اللي يمسك، أما المضحى عنه فلا، ما يلزمه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والفقهاء يقولون من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، لكن كلمة أو يضحى عنه لا دليل عليه، لأن الحديث من أراد أن يضحي. نعم.